müssen Hexer? مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تي في مباشرة من مدينة ايت ملول. كما كتشوفوا معنا واحد السيد مسكين باش مريض. با عبالك باش مريض؟ باش مريض مريض با مسوسة ليا الريا ومزير، كنت مزير من البولة ومزير من الكاشوش ديالي وداو مني سيدي داو مني الدم دوزت الراديو خرجوا لي هذوك البلايك وقال لي ودي ملي خرج لي هاد الدواء قال لي ودي هاد الدواء غادي نشربو تشربو تا تموت ما تقطعوش وكنطلب رب الله عمر بن حسينين يعاونوني. من امتى وانت مريض؟ ملي سخر الله بشي حاجة مريض اسيدي باطي باش مريض. شوف انا وليت تسقسي باطي باش مريض وكنطلب الله من المحسنين يعاونوني ونزل لي هذاك الورم من رجلايا ورم كان طلع ليا الكرشي ما كنت نتمشاش كان جيب لي نتاعي واحد الصيله فاش حاشاك فاش كندير الماء ما نقدر نمشي لبيت الماء دابا ها الكروسه فاش كتهزني صافي لا باغي لا باغي نمشي لبرا للسبيطار ولا شي حاجه. وكنطلب الله والمحسنين ربي لي يسخر الله بشي حاجه يعاوني الله يرحم لي الوالدين الله يعطيه الخير اللي دار شي حاجه لله لله بسبب الله ماشي مشكل. الوالدين معنا الابن ديالو. السلام عليكم. ايش الدنيا؟ السلام عليكم ورحمة الله. كنطلب من المحسنين يعاونوا لي الوالد ديالي مريض. الوالد ديالي مريض فيه السرطان وما عرفش يعني ما بغيتش نقول له هاد الهضرة يعني نصدمو ولا شي حاجة. وانا الدواء غالي عليا كل سيمانة كيخصني نشري ليه الدواء وخصوصا واحد الفانيد كل 3 ايام خصاتني 1300 وانا ما عنديش ما فحاليش انا غير خدامة في الحمام على قد الحال. وكنطلب المحسنين كنترجاهم يما سخاهم الله يعاونهم الله يجازيهم بخير. واش غير انت اللي عندك واحد؟ انا بوحدو ما عنديش جوج وليدات الحمد لله الله يجازيهم بخير. كنطلب المحسنين يعاونهم بما سخا الله يجازيهم بخير الله يرحم بها الوالدين. شحال هو مات؟ يعني هو هاد المرضى فاش كان كيتسنط المرضى ديال الكورونا هو كيتسنط الكورونا وديك الخلعه ديال الكورونا تحبس ليه الماء ما بقاش حاشا كيمشي للطواليت صافي. وقلت ليه علاش ما كتمشيش للطواليت قال لي راه كاينه كورونا دايره كورونا صافي. وديتو للسبيطار فاش ديتو للسبيطار ديال الحومه دوز لك ليه عفاك راه با تحبس من الماء ما كيديرش الماء خرج لي واحد الفانيد خديتو ليه كيشرب داك الفانيد داك الفانيد فاش كيشربو كيهضر كيطلع عليه السخانه ما كينعسش بالليل صافي. وديتو جلست نهار هكا في نهار العشيه في نهار الثلاث في العشيه ديتو للسبيطار فاش ديتو للسبيطار قالو دارو ضروري يدوز ليه البلاك ديري ليه البلاك على صدرو فاش درت ليه البلاك على صدرو قال يطلبو مني راه غينعس صافي. وكنمشي وهزو ليه الدم والطناخم ديال فمو اللي كيدفل دارو ليه التحاليل صافي. ومشيت قلت لك هي السيكريتي قال ما تمشيش تشوفي الوالد ديالك تشوفي الطبيبه هي الاولى. مشيت قالت لي الطبيب راه باك اش عنده اش عنده صافي. وانا با ما عرفتش وما قدرتش نقولها لي يعني ما بغيتش نصدمو فهمتي. وقالت لي الدواء ياكلو يعني ما تقطعيش لي الدواء ديالي حتى نهار يموت يدي الله امان امانتو صافي. هذا الشيء كنطلب انا من الناس اللي يسخاهم الله يعاونوني انا ما بحاليش على قد الحال الله يجازيكم بخير. الوالدة ديالك الوالدة ديالي الله يرحمها الوالدة ديالي متوفية. أنا خلاتني الوالدة عندي كنقرا في السادس يعني خلاتني صغيرة ما عنديش الوالدة ديالي الله يرحمها الله يوليها برحمة الله ما عنديش. أنا شكون اللي كيتعاون معاك على الوالد؟ الناس اللي تلاقيت معاه كنقول ليه عافاك عاوني راه عندي الوالد ديالي مريض. الناس ما
شحال ديال الدواء كيخصو ف يعني كل سيمانات الدواء، ولكن ورتا صبيح كلشي الدواء ولا صبيح حتى نمس عادي الدواء وكلشي مازال ما. المشاهدين الكرام اللي بغيت تعاون معاهم هو الدواء اللي كياخذ كما قلت كل سيمانه تقريبا كتخصها 350 درهم ديال الدواء. عندي واحد الجنيه دوك الجنيه ديال شوف تي في يعني كل الدواء كل وقت كل وزيح كنتمنوا من القلوب الرحيمة تعاونوا هذا السيد كما كتشوفوا فراه كيسكن فقط في بيت هي هو والابنة ديالو وجوج وليدات. فاش كيدوك الصعيب باش واش هما كنشوف والو الشعري كنشوفه. واش تشوف مشاريك؟ والي ما نشوفه. الشعري كنشوفه هناك. بنادم ما كنهزو والو. يا سيدي بنادم ما كنهزو الشعري كنشوف. كنشوف البولة مشعولة وكنشوف دروك الشعر. أيا سيدي. الله يجيب لك صحتك يا وليدي.